معنا عبر تقنية سكايب من عمان محلل الأسواق في مجموعة إيكوتي سركيس نزار. أهلا بك سيد سركيس معنا على شاشة عراق 24. يعني بداية، ما هي أسباب تقلب أسعار النفط على مدى الفترة السابقة؟ لحد هذه اللحظة لم تشهد أسواق النفط أي استقرار، تفضل. نهاركم سعيد. بالفعل تداولات متذبذبة في أسواق الطاقة حصلت خلال الفترة الماضية، وهنا نتكلم عن فترة لمدة 4 أشهر وليس فقط خلال الأشهر القليلة الماضية. ارتفعت أسعار النفط خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو 45%، وهذا جاء الارتفاع مع عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي مع تخلص العالم شيئا فشيئا من تبعات فيروس كورونا وجائحة كورونا وعودة الانفتاح الاقتصادي. ثم جاءت بعد ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية والتي لوحدها دفعت أسعار النفط للارتفاع، وبقياس الأسعار التي أغلق فيها سعر الخام الأسبوع الماضي سنلاحظ ارتفاع مقداره 30% على مدى هذه الأزمة، حتى مع أننا شاهدنا انخفاض لأسبوعين متتاليين. الأسبوع الماضي بالفعل انخفضت أسعار النفط بنحو 4%، لكن على مدى هذا الشهر نلاحظ بأن أسعار النفط ما تزال مرتفعة بحوالي 10%، التقلب الكبير في أسعار النفط عالميا. هنالك العديد من الأسباب، بداية مع آمال انحسار تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن أيضا مع مخاوف نقص المعروض، وذلك في ظل العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا. من ناحية أخرى هنالك الآن الإغلاقات التي رجعت إليها الصين للحد من انتشار فيروس كورونا هناك، لكن أيضا العالم حاليا في مرحلة نوعا ما من التعافي الاقتصادي، والتي كل هذه المتغيرات تجعل أسواق الطاقة في تذبذب كبير كما نشهد من حولنا في أسعار النفط التي ارتفعت لمستويات هي الأعلى منذ 14 عاما، ثم تعرضت لبعض موجات جني الأرباح، لكن حتى هذه اللحظة وبمقارنة الأسعار مع بداية هذه السنة ما زالت أسعار النفط مرتفعة جدا، وذلك بسبب مخاوف نقص المعروض عالميا. طيب سيد سركيس، يعني أسعار النفط بشكل عام سجلت 107 دولار لكنها سجلت خسائر أسبوعية، يعني كيف تقرأ هذا التراجع المتذبذب؟ الآن بداية بالفعل شهدنا تراجع خلال الأسبوع الماضي بنحو 4% على عقود برنت. هذا الانخفاض لا يعني بأن أسعار النفط فقدت من مكاسبها المتحققة هذا الشهر، بل إن أسعار النفط ما زالت تتداول على ارتفاع مقداره 10%. هنالك من يتابع حاليا قضية مطالبة الولايات المتحدة العديد من الدول برفع الإنتاج، وهذا ما تسبب أيضا في تشجيع للمتداولين على بداية جني الأرباح. ثم جاءت كما أشرنا منذ قليل الإغلاقات في الصين، ونحن نعلم بأن الصين من كبرى الدول المستهلكة للنفط عالميا، والإغلاقات التي جاءت في الصين أيضا كانت سبب يشجع على تقليص المكاسب التي تحققها أسعار النفط خلال الفترة الماضية. وبشكل عام الانخفاض على مدى الأربع أشهر الماضية. طيب سيد سركيس، يعني تعليق العمل بالشركات النفطية الروسية من قبل الشركات العاملة، يعني كيف سيؤثر هذا الموضوع بشكل أو بآخر على سوق النفط واستقرار سوق النفط بشكل عام؟ في الحقيقة أسواق الطاقة تتجه من سيء إلى أسوأ فيما يتعلق بالمخاطر الاقتصادية العالمية، العقوبات الغربية على روسيا وكذلك التوترات الجيوسياسية وضعت أسواق الطاقة في مخاطر كبيرة جدا. تقليص عدد الشركات العاملة في روسيا قد لا يكون بشكل كبير كما يعتقد الكثيرون، لكن بالفعل هنالك شركات أمريكية قد أوقفت أعمالها رسميا في روسيا، وهنالك شركات أيضا تقوم بالإغلاق تباعا. هذه الحالة قد يكون لها تأثير عميق على وفرة الإنتاج في العالم، فهنا نتكلم عن إنتاج روسيا الذي يبلغ حوالي أكثر من 10 مليون برميل يوميا، يتم تصدير أكثر من إلى العالم. الآن إذا أردت تصدر إلى حوالي 5 أو أكثر مليون برميل يوميا صادرات روسيا، هذا سيكون له تبعات كبيرة جدا على أسواق الطاقة، آخذين أيضا بعين الاعتبار بأن أزمة
سلاسل التوريد والإمدادات عادت للظهور مرة أخرى وسط هذه التوترات الجيوسياسية، وهذا كله ما يضع أسواق الطاقة في حالة من عدم التوازن المتوقع، رغم أنه تم تخفيض توقعات الطلب العالمي على النفط بحسب إدارة الطاقة الدولية أو وكالة الطاقة الدولية إلى حوالي 100 مليون برميل، لكن مع الانخفاض المتوقع في الإنتاج الروسي حتى لو قابل ارتفاع في عدة دول لرفع الإنتاج فقد لا يكون كافي للتعويض، وبالتالي هنالك حالة من عدم الاستقرار مع توقعات بنقص المعروض في الأسواق في حال استمرت الظروف على ما هي عليه في الوقت الراهن. فالشركات التي تخرج الآن نعم. وتوقف في روسيا قد يكون لها تأثير أيضا سلبي على الوفرة في الأسواق. طيب سيد سركيس، يعني نتحدث عن يعني إيران عن زيادة في صادراتها النفطية ربما إلى 1.4 مليون برميل يوميا، وأيضا موضوع العقوبات الأمريكية، وخاصة يعني كما تعلم حضرتك يعني وصل الاتفاق النووي ربما إلى انفراجة قريبة، وبالتالي عودة إيران ربما مرة أخرى إلى سوق الطاقة العالمي. يعني إلى أي مدى يمكن بهذا الإطار أو بهذا الموضوع في هذا الموضوع؟ بالفعل كما تكلم عن إنتاج محتملة بحوالي 1.2 إلى 1.4 مليون برميل يوميا، لا وكذلك بحسب وكالة الطاقة الدولية تمتلك إيران احتياطي نفطي يبلغ أو احتياطي جاهز مقداره 100 مليون برميل. لكن أين تكمن المشكلة؟ المشكلة تكمن في أن إيران ستكون بحاجة إلى أكثر من 6 أشهر، وهذا ما أشارت له وكالة الطاقة الدولية. فعند الانتهاء من المفاوضات وإعادة إحياء الاتفاق النووي من جديد ستحتاج إيران إلى أشهر عديدة قبل أن يصل إنتاجها إلى 1.4 مليون، كذلك بالنسبة إلى 100 مليون برميل المتاحة للاستخدام الفوري في إيران. هذه الكمية الضخمة سوف تحتاج إلى عدة أشهر حتى تصل إلى سلاسل الإمدادات والتوريد. بالفعل إيران لها دور في محاولة أو تقليص العجز في الإنتاج، لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن ليس هنالك دولة منفردة تستطيع تعويض كل الإنتاج الروسي. إذا تكلمنا عن المملكة العربية السعودية بحسب وكالة الطاقة الدولية حوالي 2 مليون برميل متاح إنتاجها فورا، الإمارات العربية المتحدة 1.1 مليون برميل، إذا تكلمنا عن النفط الصخري الأمريكي من الممكن أن يضاف حوالي 500,000 برميل، إذا تكلمنا عن فنزويلا أيضا 1.8، كلها مجتمعة لن تعوض الانخفاض في الإنتاج الروسي من النفط. بالتالي مرة أخرى إذا تحدثنا عن إيران يجب أن نشير بأن هنالك قد يكون تقليل في تأثير الانخفاض في المعروض الروسي، لكن في نفس الوقت أخذين بعين الاعتبار إنتاج روسيا البالغ أكثر من 10 مليون لن تستطيع دولة منفردة أن تعيد هذا النقص للأسواق، فحتى لو عادت إيران سيكون له تأثير بالفعل إيجابي على الإمدادات وسلبي نوعا ما على الأسعار، لكن التأثير سيكون محدود نوعا ما، وسوف نحتاج إلى تكاتف دولي من أجل إعادة الإنتاج الروسي والمعروض للأسواق في أسواق الطاقة. طيب سيد الكريم، يعني أود أن أسألك هذا السؤال بما يتعلق توجه بعض الدول إلى بيع صادرات النفط إلى الصين بالعملة الصينية، يعني هذا التحول ربما يقودنا إلى مجموعة علامة استفهام، وهي هل فعلا ستكون هناك تحول بالمنطقة من الدولار إلى العملة الصينية برأيك؟ بالفعل هذا السؤال طرح كثيرا وأصبح شائعا عبر الإنترنت وعبر وسائل الإعلام، لكن أريد هنا أن أوضح موضوع مهم جدا. معاملات الدولار الأمريكي في آخر إحصائيات دقيقة في عام 2019 كانت 88% من معاملات الصرف والتجارة العالمية، اليوان الصيني بحدود 4%. الآن إذا أردنا أن نقول بأن الدولار الأمريكي لن يعود الملك في الأسواق إن صح التعبير، فهنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مثال بسيط جدا وهي الصادرات الألمانية إلى بريطانيا والتي يتم التداول فيها بواسطة اليورو مقابل الجنيه الاسترليني ولا علاقة للدولار في هذه المعاملات التجارية، تبلغ حوالي 18.1 مليار دولار بما يعادل دولار سنويا. إذن
هنالك معاملات تجارية عالمية بالفعل تتم بدون الدولار الأمريكي، لكن عندما نتكلم عن 88% من معاملات الصرف والتجارة العالمية بأنها تتم في الدولار الأمريكي، فهنا نستطيع أن نرى بأن حتى لو تم التعامل في اليوان الصيني فربما ترتفع المعاملات في اليوان من 4 إلى 5، خلينا نتكلم عن 7% تقريبا من المعاملات السنوية، بالتالي أعتقد أن تأثير ذلك سيكون قليل جدا على الدولار الأمريكي. موضوع الملاذ الآمن الذهب سيد سركيس، يعني هناك تراجع أيضا في موضوع أسعار الذهب على مدى الأيام الماضية، يعني هل هي رغبة فعلا بالابتعاد عن يعني شراء الذهب في ظل هذا التقلب وعدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية؟ بالنسبة لتحركات أسعار الذهب، بالفعل هنالك عمليات جني أرباح حصلت منذ أن لامس السعر 2070 دولار في تداولاته في البورصات العالمية، وهذا كان سعر الأونصة الواحدة، وهو قريب جدا من أعلى سعر قياسي تحقق خلال جائحة كورونا عام 2020. الانخفاض الذي حصل بأسعار الذهب بدأ على أنه عودة التعافي الاقتصادي وأيضا عمليات جني أرباح، ومن ثم أيضا شهدنا بعض البدو في التوترات الجيوسياسية، بل أستطيع أن أصفها بأنها إعادة تقييم لتأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي. الآن التأثيرات التي على الذهب متعددة، ولا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار فقط التوترات الجيوسياسية والتي دفعته لمستويات 2070 دولار. هنالك توقعات رفع الفائدة. الفدرالي الأمريكي بالفعل رفع الفائدة الأسبوع الماضي، وكذلك فعل بنك إنجلترا المركزي، بنك كندا، وهذا الأسبوع أيضا نحن في صدد أن نسمع العديد من البنوك المركزية الأخرى التي ستتخذ قراراتها بخصوص سياساتها النقدية مع توقعات أن تكون لهجتها أكثر تشددا. رفع الفائدة في العادة يجعل المتداولين يبحثون عن بدائل عن الذهب حتى ولو بشكل مؤقت. وبالنسبة للملاذات الآمنة المطلوبة في وقتنا الراهن، يجب أن نأخذ فيها بالاعتبار الارتفاعات الهائلة بالتضخم. نتكلم عن تضخم في الولايات المتحدة فوق 7%، أوروبا 5.8%، بريطانيا 5.5%، وتوقعات ارتفاعه إلى 6%. إذا بحثنا عن ملاذ آمن يجب أن يرتفع سعره بأكثر من 10%، وبالتالي يتوجه المتداولون إلى ملاذات آمنة أخرى غير الذهب في الوقت الراهن. طيب سيد سركيس، يعني أسواق المال الأوروبية تسجل أعلى مستوى لها بعد رفع أسعار الفائدة يعني من قبل الفيدرالي الأمريكي، أم أن التفاؤل حيال المحادثات الروسية الأوكرانية ربما دعمت هذا الموضوع برأيك؟ شكرا على هذا السؤال، بالفعل هو سؤال مرتبط في تحركات الذهب. كنا قد أنهينا حديثنا عن الذهب بالحاجة إلى أدوات تحوط وأدوات تعوض الارتفاعات الهائلة في التضخم. الآن يتوجه المستثمرون للبحث عن فرص استثمارية تعوض الارتفاع في التضخم، وما هو أفضل من البحث عن أسهم قد ترتفع خلال الفترة الماضية بنسب تتعدى معدلات التضخم. انخفاض المخاوف تجاه التوترات الجيوسياسية بالفعل كان الشعلة أمام ارتفاع مؤشرات الأسهم الأوروبية مثلها مثل الأمريكية أيضا، لكن في الحقيقة هنالك العديد من النصائح من كبار المستثمرين، أتحدث عن وارن بافيت، أتحدث عن إيلون ماسك أيضا، الذين ارتأوا بأن البحث عن الأسهم المناسبة والأسهم التي تقدم عوائد جيدة سيكون موضوع ضروري جدا خلال الفترة الماضية لتغطية مخاطر التضخم. ومع بعض الهدوء إن صح التعبير في التوترات الجيوسياسية حتى هذه اللحظة بين روسيا وأوكرانيا، بالفعل شهدنا المستثمرين يتوجهون لأسواق الأسهم لطلب تغطية مخاطر ارتفاع التضخم، والبحث أيضا عن الفرص البديلة لحفظ النقد الذي يواجه مخاطر انخفاض القدرة الشرائية في ظل الارتفاعات الهائلة في معدلات التضخم عالميا. بكل الأحوال جزيل الشكر لمحلل الأسواق في مجموعة إيكوتي سركيس نزار، كنت معنا وعبر خدمة سكايب من عمان، شكرا لك مرة.